معلش يا جماعة بعتذر تاني، بس صاحبي اوزو حسبي الله ونعم الوكيل فيه لسه داخل، ما قلتش غير يا صباح الخير، قام اتصل بيا وطلع بيتصل لسبب هايف ما فيهوش اي حاجة. انا كويسة بيكي الحمد لله، ما تقلقش يعني انا تمام. الناس مستغرباني بس ان انا صاحي بدري وفاتح لايف وبتاع، انا بقول لهم ما تقلقوش، انا نفسي مستغرب اقسم بالله مش فاهم اي حاجه انا بعمل كده ليه مش عارف، قلت اسلم عليك وكده وقاعد فاضي بصراحه يعني بديها لفه كده فقاعد فاضي. بس والله هو ده الموضوع اللي كنت عايز اكلمكم فيه، حاسس ان هو موضوع كبير شويه. معلش بقى انا ايه بحاول اقرا اللي انتوا بعتينه. الو يا عبد الرحمن، احمد درويش والنبي اخرج من اللايف عشان يبقى حلو. هنقعد بقى انت فعلا هتروح ريال مدريد وتقعد تضحك لنفسك والجو ده بلاش، يا خلينا كده. شفت محمد عبد الرحمن دخل قال الو، راجل محترم، انت داخل بقى بإفيه على طول على الصبح. لا بخصوص يا جماعة بتسألوا على المسرحيات، المسرحيات بتتعرض المفروض على القناة، بس هم بقى ايه يعني ليهم كده نظام في طريقة العرض. الناس بتقول لنا ما تتدخلوش، ليه؟ والله غصب عننا ما نقدرش نتدخل، هم بيستلموا مننا المنتج وهم بيسووه. نفس فكرة مسلسلات رمضان كده، ما تشوفوا الحلقة في المسلسل ويجي اعلانات كتيرة، وما اللي عمل المسلسل او مثله فيه ما بيبقالهمش علاقة، هو نظام تجاري نظام العرض بس. صباح الفل يا حمودة يا عبد الرحمن، ربنا يخليك يا فرج. نورهان بتقول لي جبت ايه لمامتك؟ جبت لها ايه؟ جبت لها كل خير. يا سلام، ده كفايه ان انا ابنها يعني، شوف ايه هتعوز ايه تاني من الدنيا، ما تفتحيش علينا والنبي. احمد درويش كل اسئلته مستفزه، انت عندك كام سنه؟ انت رائد فضاء يا جماعه، ما تيجوا نعمل حمله كلنا ويأيدنا فيها محمد عبد الرحمن، ان احنا نعمل بلوك لاحمد درويش عشان هو صاحي مقتنع انه هيموتنا ضحك على الصبح واحنا مش قادرين بصراحه. حاضر يحيى حمزه، يحيى حمزه بيقول لي قول اسمي يا حمدي احمد دبيكي. طب ما تيجي يا حمدي، كل الناس هنا بتقول لك تعالى، سلم لي عليهم كلهم يا دبيكي وادعوا لنا ونبي وانتوا في السعوديه كده، ربنا يكرمكم. حبيبي يا روني بحبك يا اس اس. اوزو دخل، بس احمد بسيط راجل محترم حبيبي يا احمد. بلوك الدرويش، خلاص يا اوزو هتقود الحمله، خلاص انا مع اوزو يا جماعه ان هو يقود الحمله في بلوك لاحمد درويش. مريم اهو قلت اسمك يا مريم، وانا بالله عليك قول اسمي مو عبد الرحمن على فكره، عشان ايه بس الناس تعرف ان عبد الرحمن عالمي وبيتقلد. مو عبد الرحمن دي هو عاملها قبل مو صلاح عشان الناس ما تفتكرش بس ان هو، لا 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 لا، يعني مع احترامنا لصلاح النجم العالمي حبيبنا، عبد الرحمن اسمه كده من الاول. شفت يا عبده اهو بقول اللي ليا واللي عليا. صباح الخير حسناء، انا بحاول اقرا. شازا تقريبا، شازا بتقول لي قول اسمي دبيكي، قول لها دبيكي، قول لها دبيكي، قول لي درويش ماله مش فاهم. درويش ايه ابتدى يضحك، خاف من البلوك. درويش اللي بتعمله في لايفات الناس ما تجيش تعمله عندنا هنا. ايوه نبقى مؤدبين كده وعارفين ان الله حق. بحبك قوي يا اسراء، انا بعشق اسراء مش بحبها، الله بموت فيها. يا جماعه من هنا ورايح كل اللي هيكتب اي كومنت الاسس ما يقولوش يا اسس او يا فنان، كله يقول له يا حاج اسس، يعني خلاص الراجل ربنا كرمه وطلع عمل عمره ليه والبابا، هي مش اول عمره بس هو يعني هنقول له يا حاج.
وندعي لبابا الله يرحمه كده وجميع موتانا ان شاء الله ربنا يرحمهم. سؤال: عندك مسلسل في رمضان 2018؟ كان عندي مسلسل في رمضان 2018 بس توفيق ربنا ما حصلش نصيب انه يلحق عرض رمضان، ان احنا نلحق نعمله ينزل رمضان فتأجل. كنت بعمله اعوذ بالله من كلمة انا يعني واسوس، فدعواتكم ان شاء الله اللي جاي احلى. واحنا والله العظيم كلنا بنحب اهل تونس. ايه رايك في الجواز؟ الجواز حلو جدا، حلو حياة الاستقرار، انك تختار شريك حياتك. الحياة بيبقى لها شكل تاني، يعني تحس انك خلاص بقيت فجأة مسؤول. انا بقول كلام كبير قوي، انا ليه حاسس ان انتوا بتسألوني اسئلة ان انا طالع مع عمرو اديب في البرنامج؟ نفسي ابقى فنان. بص، اللي جواه عنده اي موهبه ايا كان نوعها، في الفن، في الرياضه، في الادب، غصب عنه الموهبه هي اللي بتقوده، هو بيشتغل عليها بتاع لحد ما ربنا بيوصله لحلمه. فاللي عايز يبقى فنان وعشان هو موهوب واتقال له من ناس فعلا اصحاب ثقه ان هو موهوب، فيعرف انه هيوصل يعني طول ما هو بيجتهد وبيسعى. كلنا بنحب السعودية طبعا جدا جدا. يا جماعة ما شاء الله الواحد بيحاول يقرأ بس احنا الظاهر خلاص بقى النظر راح. لا درويش يا جماعة، ضحكني بجد يعني. أنا عايز بسبوسة دي لن يفهمها الكثير، دي أنا ودرويش. عايز أقول كلمة أنا ودرويش وأسس. أنا ودرويش وأسس. أدي كمان أسس يا جماعة، دخل بقى على إيه؟ على قافل الكاميرا ليه؟ عم جو أشقر بيكلمني بيقول لي قافل الكاميرا ليه؟ ماشي يا عم أسس، افتح أنت الكاميرا يا سيدي. منور يا سعود حبيبي. اي ما انا قدوه ليكم، انا مش عايز يعني اصور لك ان انا قدوه فتقول لي تحملني مسؤوليه ضميريه وجنائيه في ان انا ازاي بتعمل لايف وانت سايق وانت قدوه للناس. لا والله انا ماشي، مش عايز اقول لك يعني، مش مكمل 20 30 تقريبا وماشي على جنب، ماشي على اليمين وفي شارع فاضي، بس يعني فكرة بس بلف بالعربية مش أكتر. صباح يا مرغني حبيبي يا إسلام، صباحك فل يا يارا. أديني قلت اسمك يا يارا. انا طبعا والله العظيم نفسي ارد على مسج على كل كومنتاتكم، بس بجد اللي يعني اللي بلحق اقراه برد عليه فمحدش يزعل مني. انا اصلا فاتح عشانكم والله، يعني اكيد يعني مش فاتح عشان حابب اشوف شكلي واتامل فيه قدام الكاميرا، لا اكيد فاتح عشانكم. حاضر يا استاذ روني، اديني قلت اسمك روني اشرف. شفت قلته كمان. والله يا اسس عملت البوتكس ده اول ما انت كلمتني عنه، لما قلت لي انك سافرت زرعت شعر وعملت البوتكس فعجبتني الفكره بصراحه، خدت الجرأة منك يعني، وانت عارف ان انا دايما بقتدي باي موضه او اي جديد انت بتعمله. يا جماعه اسس ده مخلوع عشان يناكفني. ماشي يا أسس.
قشط عليك يا نجم حبيبي يا احمد. ماشي يا نوران، اديني قلت اسمك. اديني ماشي اهو بالراحة. ما يا جماعة عشان انا ضميري مأنبني من ساعة جملة انت عامل لايف وانت بتسوق. والله انا ماشي براحة جدا وفي طريق فاضي وتقريبا لوحدي يعني، بس هي عشان ما اقفش بس في الشارع مش اكتر. تحياتنا لأهل المغرب كلهم ومن يعشق المغرب. أهل مصر كلهم بيحبوا المغرب وتونس والسعودية والكويت كل الدول العربية. والله يعني مش عايز أكمل في العدة عشان أكيد هنسى دول كتير، بس يعني كل دولة وليها معزة خاصة كده. هي المصريين بيحبوا عموما كل العرب والعرب بيحبوهم. عبد الرحمن انا قريت اخر كومنت ليك، ما عرفتش كاتب ايه قبل، بتقول عشان يحكي لنا عن قصصه المثيره. ده على ايه الجمله دي؟ مش عارف.